أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. وإن يكاد الذين كفروا يزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. وما هو إلا ذكر صدق الله العظيم. لبست عبا خضرا وتباهت بشجارها، يا زين سيرتها منارة الأجيال، يا عز جدايلها لما أسدلت أوراقها، تشوف شموخها قول بأفعال. هون عجلون الفخر، بصغارها وكبارها، هون بيت العز والخير شلال. لبست عبا خضرا يلبق لها جمالها، أم النشامة مصنع الرجال. حيوا عجلون الكرم، وافسحوا ميدانها، وشدوا سرج الخيل للفارس الخيال. لبست عبا خضرا وتكحلت بمرود العز، قام عنوانها القمم لو حملتها ثقال.
ضيوفها. يا هلا بضيوفنا، لكم صدر المجال. والآن مع كلمة مديرية الثقافة والهيئات الثقافية، يقدمها المدير ثقافة عجلون الأستاذ سامر فريحة.